وعرب نسمعهم يتكلمون بألسنتنا بعظائم الله. فتحير الجميع وأبدأوا قائلين بعضهم لبعض: ما عسى أن يكون هذا؟ وآخرون كانوا يستهزئون قائلين أنهم قد امتلأوا سلامة وسكنوا. فوقف بطرس مع الأحد عشر فرفع صوته وقال لهم: أيها الرجال اليهود والساكنون في أورشليم أجمعين، ليكن هذا معلوما عندكم وانصتوا لكلامي، لأن هؤلاء ليسوا سكارى كما أنتم تظنون، لأنها الساعة الثالثة من النهار، بل هذا ما قيل بيوحيل النبي يقول الله: يكون في الأيام الأخيرة أني أسكب من روحي على كل بشر، فيتنبأ أموكم وبناتكم ويرى شبانكم رؤى ومشايخكم يحلمون أحلاما، وعلى عبيدي أيضا وعلى إمائي، وأسكب من روحي في تلك الأيام فيتنبؤون، وأعطي عجائب من السماء فوق من فوق وآيات على الأرض من أسفل، دما ونارا وبخار ودخان، والشمس تتحول إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يأتي يوم الرب العظيم الشهير، ويكون كل من يدعو باسم الرب يخلص. لم تزل كلمة الرب.